انتما ان وإيه؟ تمام. ما من؟ ها؟ وما وما؟ ها؟ ومهما؟ ومهما ومتى ومتى؟ كيفما؟ وكيفما أي تمام كده؟ طيب، دي بتخش على الجملة بتنصب بتجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط، لكن دي بتجزم فعل واحد. طيب قال لك بقى الدرس ده هنتعرف على ادوات شرط زي تانية بس بتجزم فعلين، ايه هما بقى الجداد الزياده اللي عندنا؟